احنا اول ما بنسمع كلمة بلوتوث بيجي في دماغنا على طول البلوتوث اللي بنستخدمه في موبايله عشان ننقل فيديوهات وملفات بين الموبايلات وبعضها وبين موبايل الكمبيوتر او السماعات اللي بتشتغل بالبلوتوث. لكن في الحقيقة البلوتوث استخدامات اكتر من كده، بيستخدمها في الاحذية الرياضية او في الساعات الذكية اللي بتجمع بعض البيانات عن الانسان زي عدد الخطوات اللي هو مشيها او معدل ضربات القلب وتبعتها للموبايل. وفي الفترة الاخيرة مع انتشار الاي او تي انترنت اوف ثينجز ظهرت استخدامات وابلكيشنز للبلوتوث اكتر اوسع انتشارا، منها اللي ممكن نتحكم في موتور العربية عن طريق الموبايل او الكمبيوتر، وبيتيح برضو امكانيه التواصل مع الاجهزه المنزليه، واكتر من كده كمان ثلاجه مثلا انها تتواصل مع مركز التسوق تشتري مستلزمات بدون اي تدخل بشري، ده غير الاجهزه اللي بتستخدمها المراصد في قياس درجه حراره ورطوبه المنتشره حوالين المدن. اكتر حاجه مشتركه بين اغلب الحاجات دي انها بتستعمل بطاريه، فدي واحده من اهم الصعوبات اللي بتواجه انتشار الاي او تي. بسبب اعتماد الاجهزه دي على البطاريات فلازم كانت تقلل من استهلاكها للكهرباء عشان تستمر الاطول فتره. كده ظهر اخر اصدار من البلوتوث وهو بلوتوث لو انرجي، لحد اهم الحاجات اللي بيركز عليها هو تقليل استهلاك الكهرباء. علشان كده المشروع بتاعنا كان بيركز على الديزاين فيزيكال لير فور بي ال اي ترانسيفر، وكان اهم حاجه بالنسبه لنا اننا نركز ونحاول نقلل استهلاك كل مكونات الكهرباء نفس الوقت نحقق نفس الاداء.